إخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم معكم حلقة جديدة مع النالة. اليوم إن شاء الله قررنا أن نخرجوها للحياة، نخرجوها للشارع ونخدموا معها في الشارع باش تولف أنها تخدم على الاكستيريور في الخارج ديال الدار. هذا هو الخطأ اللي كيوقعوا فيه بزاف ديال الدراري. كيجوني أسئلة، خويا كلبي كيخدم معايا في الدار بخير وعلى خير، ما كانا تيليكوموند كيف ما كيقولوا، ولكن في الزنقة غير كيخرج ما كيبقى يعرف يدير والو، ما كيبقى يحترم الأوامر، ما كيبقى علاش؟ حيت كنبقاو نخدموا في السطح، كنبقاو نخدموا في الدار، في الصالون، في اي تو بلاصه، ما كنخرجوش للزنقه. اهم حاجه هو نخدموا في الزنقه، نخدموا في المحيط اللي في الكلب. شوفوا هانتوما كتشوفوه، نخدموا في المحيط اللي الكلب خاصو يتعود يخدم فيه اللي هو الشارع. دونك الشارع نخدم مع الكلب ديالي دائما في الشارع، نخرج ونخدم معاه. كيف ما غتشوفوا تشاهدوا في هذه الحلقه هذه، غنخدم بزاف ديال التمارين منه لو كوشي لو اسي لا ماكسوبي، نعود على الناس نخليها عاوتاني ندير لها لو كوشي با بوجي. دونك يا بلان 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 ديكزارسيس غنخدموهم اليوم، تابعونا ما تزافيوش. Délire. T'as des spectateurs. Hein? T'as des spectateurs à la fenêtre. Yeah.
Un bébé encore. Doucement. Non. Non. Tu vois, la poussette, il y avait quoi, 2-3 gamins, il y avait 2 adultes. Pour ça, il a eu peur, il était un peu si beau à se border qu'il vient vers moi, là, tu vois. Donc, il était un peu flippé. Rien de... Reste. Oui. Yeah. Allez.